ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه زامباوار سنتنافس ضد خصم من الأقوى هذا الموسم. أنا معجب بهذا الفريق ومدربه، لكن مثل ما لم نتخلى عن البطولة سنقاتل في النهائي. أبدى جوزيف زامباوار مدرب فريق الرجاء الرياضي رغبته في تحقيق لقب كأس العرش وأشاد مستوى لضربي المولدية الوجدية في نصف نهائي الكأس الفضية. هذا كتب زامباوار في منشور عبر حسابه الرسمي موقع تواصل الاجتماعي انستغرام ما يلي: أود أن أشكر فريقي وطاقمي بأكمله على تقديم كل ما لديهم في نصف نهائي الكأس. هذا الموسم كنا في كثير من الأحيان نتراجع، ولكن نعود لنقاتل مرة أخرى ضد مولدية وجدة. بدأ الأمر وكأننا قد نخسر لأول مرة. لقد دفعنا هذا الفريق الشجاع لتقديم أقصى ما لدينا، لكن فريقنا لا يستسلم أبدا ويستحق الحفاظ على سلسلة الهزيمة حتى نهاية الموسم. الفوز والخسارة مرتبطة ارتباطا وثيقا. اليوم خرجنا منتصرين في كأس العرش ونهنئ بكل إخلاص هذا الفريق الرائع وطاقم تدريب مولدية وجدة. نادينا فريقي وكل المغرب يحترمك لخوض هذه المعركة المذهلة مثل الأسود الحقيقية. فوزي جمال كاد لاعبوك أن يلحقوا بفريقنا الرائع هزيمته الأولى هذا الموسم. الآن لدينا شرف التنافس في النهائي ضد خصم من الأكثر خبرة والأقوى هذا الموسم. أنا معجب للغاية وأحترم مدربهم الرائع وفريقه. خلال المباراة سيتعين عليه مواجهة فريق الرجاء القوي والذي لديه الرغبة في تحقيق الفوز. مثل ما لم نتخلى عن البطولة سنقاتل بشكل عادل ومحترم، لكن بلا خوف في هذه المباراة النهائية الملحمية التي يجب على كل مشجع كرة قدم مشاهدتها. وصل زامباوار: نادينا والفريق يجعلني فخورا وممتنا للغاية، لذلك يمكنني القول لبقية حياتي أنني لن أنسى أبدا هذا الوقت الذي لا يقدر بثمن. أتطلع إلى لعب مباراة نهائية لهذا الموسم ضد الفريق الرباطي. أتمنى أن يفوز الأفضل في مباراة عادلة لعمالقة المغرب في موسم 2024. واختتم زامباوار: إلى جماهيرنا أقول شكرا لكم على هذا الموسم الرائع وأتطلع إلى رؤيتكم في النهائي. أنا أحب الطريقة التي دائما ما تدعمون بها. إنه الأمر المخزن أن هذا الموسم الملحمي يقترب من نهايته. إذا كان الأمر متروكا لي وللاعبينا فلا ينبغي أن ينتهي هذا الموسم أبدا، بل يجب أن يبدأ للتو. مطالب بالإبقاء على لاعب مميز في الرجاء بعد التأهل إلى النهائي، وطالبات في أمن جمهور فريق الرجاء الرياضي إدارة النادي بالتدخل العاجل لفسخ عقد المهاجم الجزائري رياض بن إياد مع فريق الترجي التونسي والإبقاء عليه بفريق الرجاء لموسم آخر. ونجد أنصار فريق الرجاء إدارة النادي بالتدخل لشراء عقد اللاعب بن إياد من فريق التونسي، وذلك بعد ما تألق في مواجهة المولودية الوجدية في كأس العرش. وطالبت في أعريضة من جمهور الرجاء عبر تدوينات كثيرة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتحرك بودريقة لشراء عقد اللاعب الجزائري بصفة رسمية. هذا وكان تقارير صحفية شارت في وقت سابق لأن المدرب الألماني زامباوار أبدى رغبته في بقاء بن إياد، خاصة أنه ظهر بمستوى جيد خلال المباراة الثمانية للعبة كبديل في البطولة وسجل خلالها هدفين. وضافت نفس التقارير أن اللاعب بن إياد باغي يتفاوض فرديا مع الرجاء حول عقده الجديد مع النادي دون إقحام ترجي التونسي اللي من المقرر أنه يطلب مبلغ مالي مهم. لاعب الرجاء يطمئن الجمهور على صحة عائلته بعد أحداث أكادير، وطمئن نوفل الزرهوني مهاجم فريق الرجاء الرياضي الجمهور الرجاوي على الحالة الصحية لعائلته الصغيرة عقب تعرضهم للرشق بالحجارة بعد نهاية المواجهة لجماعة الفريق الأخضر نظير مولدية وجدة بمدينة أكادير. وكشف اللاعب الزرهوني في تدوينة نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن أفراد عائلته الصغيرة كينعموا بصحة جيدة، وشجب اللاعب المذكور هذه الاحداث وقال بالحرف: راه كنلعبوا غير الكره ماشي في حرب. وكان بوطريقه رئيس الرجاء كشف على اصابه زوجه وابنه احد اللاعبين دون ما يسميهم اثر خروجهم من الملعب بسبب احجار صابت سيارتهم من طرف مجهولين، قبل ما يتبين فيما بعد ان الامر كيعني نوفل الزرهوني. مكونات رجاوية تطالب بإبعاد نهائي كأس العرش عن أكادير. وشنات مجموعة من الجماهير ومسؤولي الرجاويين حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيطالبوا من خلالها الجهات المختصة بإبعاد نهائي كأس العرش على مدينة أكادير. واقترحت مكونات الفريق الأخضر عدة ملاعب وطنية جاهزة لاستضافة هذا الحدث المهم والغالي على المغاربة قاطبة. وجات حملة مكونات الرجاء بعد أحداث الشغب لعقبة مباراتهم أمام المولودية الوجدية في نصف نهائي الكأس الفضية. اتفاجأت الجماهير بعد مغادرة الملعب بمهاجمتها من طرف بعض المجهولين اللي استعانوا
الظلام واستغلوا مكان تواجد الملعب لرشق سيارات الأنصار وسرقة أغراضهم، وتعرضت أزيد من 20 سيارة للرشق بالحجارة جراء الهجومات اللي نظموها بعض المجهولين، إلى جانب سرقة الهواتف النقالة وسلب حاجيات الجمهور. هذا وقفوا رجال الأمن مجموعة من المتلبسين في الأحداث اللي شهدها محيط ملعب أدرار بأكادير، كما حروا محاضر في الواقعة ومرتقب باش يتم تقديمهم للعدالة. الرجاء يتخلص من نزاعات تهدد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وأدى فريق الرجاء الرياضي مصاريف حكمين صادرين ضده كانوا كيهدوا مشاركته في عصبة الأبطال الموسم القادم، وكان فريق الحزم السعودي وسان بيدرو طلبوا من الكونفدرالية الإفريقية منع الرجاء من المشاركة في عصبة الأبطال بسبب عدم التزامه بأداء الحكمين الصادرين ضده لفائدة الفريقين، وسارع الرجاء لأداء الأحكام بعد ما حدد الكاف الاثنين الماضي كآخر أجل أدائهم، وتخلص الرجاء من نزاعين بأداء مبلغي الحكم وضمن مشاركته رسميا في عصبة الأبطال الموسم القادم رفقة الجيش الملكي. مفاوضات جارية بين الرجاء والبلجيكي راجا لضمه في الميركاتو الصيفي. وفي تفاصيل الخبر، دخل فريق الرجاء الرياضي في مفاوضات جادة لضم الدولي البلجيكي السابق راجان يانغولان لصفوف الفريق الأخضر في ميركاتو الصيفي القادم. وأكدت مصادر من داخل المكتب المديري لفريق الرجاء في تصريح أحد المنابر الإعلامية أن المفاوضات جارية مع اللاعب وفوق ضمه في ميركاتو الصيفي القادم، وشارت أن تفاصيل مالية كتأخر حسم الصفقة لحدود اللحظة. جدير بالذكر أن راجان يانغولان صاحب 36 سنة لعب الموسم الماضي نادي بايانغارا سولو الإندونيسي، حيث خاض 10 المباريات سجل خلال 2 الأهداف وساهم 3 تمريرات حاسمة. وسبق راجان يانغولان أنه لعب لايس روما وغالياري وإنتر ميلان في إيطاليا ورويال أنتويرب في بلجيكا قبل ما ينتقل الموسم الماضي للدوري الإندونيسي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.